مشاهدينا مستمرين معاكم وتغطيه المؤتمر العام لعرض انجازات مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا زي ما شفنا وسمعنا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يعني عرض طويل ومفصل لجميع انجازات مجلس الاداره وسبوت كبير جدا على مفهوم عائله الاهلي. احنا طبعا لاحظنا انه الكابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم متواجد في الصفوف الاولى، وهو معانا ومتواجد معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. بنرحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. Thank you very much. Thank you for... في البدايه حابه اسالك عن المؤتمر، انت التنظيم، رايك في كلمه كابتن محمود الخطيب وطريقه عرضه لانجازات مجلس اداره النادي الاهلي. Yes, Amr was interpreting to me about everything, so he was very busy tonight explaining everything. ترجمت له حاجات، كنت مشغول قوي، ترجمت له كل التفاصيل بتاعت المؤتمر واللي قاله كابتن الخطيب. Obviously he is not possible for him to explain almost everything, but he gave me the most important parts of the presentation. طبعا كان صعب، الموضوع طبعا صعب ان اشرح له كل التفاصيل، فبس اديته اهم حاجات، النقاط السيئه في البرزنتيشن بتاعت كابتن الخطيب. ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك؟ Well, I like to see the vision of that he puts for the club, the big vision, and how he came up from where they started to where they are to where they are going. So it really shows that the future is very bright and the future is big. بيقول اهم حاجه الرؤيه اللي عملها من النقطه اللي كان موجود فيها النادي الاهلي من 4 سنين والحاجات اللي حققها ورؤيته المستقبليه، فواضح ان الصوره مبهجه والصوره واضحه والصوره فيها يعني فيها تدعو التفاؤل. And also the history of the club, his vision, amazing how he spoke about what he, I'm talking about the football side, what he thinks will happen when he was elected. In terms of the trophies that we should win in Africa, in the representation of the team in the World Cup, and all international accolades, all the big things that he wants to put in Africa, and he got them. طبعا من 4 سنين في البرزنتيشن كان واضح ان هو كان حاطط تارجت او كان حاطط هدف نحقق القاب معينه على مستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي، وحققها، حقق معظمها، فبيقول دي حاجه كويسه. رايك في يعني انت تعاملت مع كابتن محمود الخطيب، طبعا رايك في شخصيه كابتن محمود الخطيب وازاي بيدير نادي من اكبر انديه او اكبر نادي في افريقيا؟ طبعا Look, he brought me here to do the international program because the local program is Ali has it in his in their hands, but for the last 7 years the international program was not very good, so he saw a vision through me and he brought me here, and I feel proud tonight that I've made the smallest contribution to what his vision was, but I was not here when he presented his vision. And it's humbling for me to say that I had a small footprint on his vision, and I feel very good that he's a visionary president. He's good with me, and what he says is genuine. He appreciates my presence, and I really love this club, you know. But it's all in the name of football sometimes when we don't achieve what we want to achieve, but it's football. We can't get 100% of everything. Is life, no one gets 100% in life, nobody's perfect, but we are growing the team and we are getting bigger, and with the last 12 months I see the footage that I have a small contribution to it, and I'm happy to be part of that. هو كلم كتير بقى، هو بيقول حياتك
حضرتك بتقول علاقتك بالخطيب وتعامل معاه، هو اللي هو كابتن خطيب هو اللي جابنا هنا، هو جاب كابتن بيترو موسيماني هنا. هو ما جه كابتن بيترو موسيماني كان الاهلي بيحقق انجازات كبيره على المستوى المحلي او بالمستوى الدولي قصده الافريقي، يعني ما كانش فيه بصمه واضحه او ما كانش فيه انجازات كبيره. هو جه عشان كده، هو بيقول هو بيشوف البرزنتيشن دلوقتي، هو ما كانش موجود لما كابتن خطيب حط الفيجن من 4 سنين الرؤيه بتاعته المستقبليه، بس هو دخل فيها وهو سعيد ان هو ليه بصمه، حتى يعني بصمه حتى صغيره في الانجازات اتحققت، هو سعيد ان هو ليه دور في ده، وسعيد بالكلام اللي قاله كابتن خطيب في حقه في خلال البرزنتيشن. هو بيقول طبعا احنا بنحقق بنعمل الجزء بتاعنا وبنشتغل، بس ساعات ممكن يبقى في اخفاقات بتحصل دي غصب عننا، ده شيء وارد في كره القدم. بس لما شاف الصور وشاف اللقطات اللي في اخر 12 شهر حاسس ان هو عمل حاجه كويسه، هو سعيد بالانجاز، هو طبعا سعيد بعلاقته بكابتن خطيب. في النهايه طبعا رساله لجمهور النادي الاهلي. Yeah, we need to believe on what we have. We have much better team than last year, much stronger team than last year. And for me personal, I'm only 12 months here. So give me a chance, let me settle. Now I understand few things, I understand the Egyptian football. I know continental football, of course, the Champions League and the World Cup. That one, I've been part of it before. And they must just be patient with me. I'm going to do my best and give them what I think they can get, but they must be patient. هو بيقول لحياتك، هو طبعا بيطلب الجمهور ان يصبروا شويه عليه، انه طبعا هو بيقول عمل في انجازات اتعملت في حاجات على المستوى الافريقي دلوقتي، الفرقه دي اللي موجوده افضل من فرقه السنه اللي فاتت اللي هو بدا بيها. هو بس بيقول بقى لنا 12 شهر محتاج وقت، بيقول بس محتاج صبر من الناس. هو بيبص على الانجازات اللي اتعملت وعلى هيتعمل، هو ليه فيجن ليه رؤيه معينه نحققها، بس محتاجه صبر من الجماهير. هو بيقول هو عنده رؤيه لكره القدم الخارجيه والافريقيه، عنده خبرات في افريقيا، بس كره القدم المحليه دلوقتي هو عنده خبرات اكبر، الكره في مصر ماشيه ازاي، وهو بس محتاج وقت اكتر عشان يحقق اللي هو عايز يعمله. مستر بيتسو موسيماني بشكرك جدا ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي.